الاسم كامل حياة بوسلم، حاليا كنت في جمعية مية المرأة كرئيسة وأيضا كمراسلة صحفية لمجموعة الجرائد. بالنسبة للنشاط هو عبارة عن يوم ثقافي دولي اللي غتشارك فيه إن شاء الله بإضافة إلى المغرب، هناك مجموعة من الدول، نذكر على سبيل المثال هناك تشاد، مالي، غينيا بيساو، أيضا هناك جزر القمر، وأيضا موريتانيا والجزائر. والهدف من هذا النشاط هذا؟ الهدف هو أول حاجة أننا نحتفل بيوم اللي هو يوم وطني وغالي على جميع القلوب المغاربة، اللي هو عيد ميلاد صاحب السمو الملكي المولى الحسن، وأيضا هو حدث باش نشدوا بالأيادي ديال الأطفال اللي كاينين في الجمعية، وأيضا إضافة للأطفال جمعيات آخرين، أيضا هناك أطفال اللي كيمثلوا الفئات المستشردين وأيضا المتخلى عنهم، بالمناسبة راهم حاضرين معنا وكيساندونا. والأنشطة اللي كاينة اليوم؟ كاين المعارض وكاين؟ إضافة إلى المعارض اللي هو كيعبر عن مجموعة ديال الدول، هناك أيضا بعض الفقرات الثقافية اللي كتمثل في الشعر، في الأغاني الفولكلورية الشعبية اللي كتمثل مجموعة ديال الدول، إضافة إلى أيضا موسيقى ملتزمة مغربية، وأيضا هناك عرض أزياء اللي كيمثل مجموعة ديال الدول، كيبدأ بالأطفال وغيختم إن شاء الله بمجموعة ديال الشابات والشباب. ويبقى الهدف هو التنسيق بين جميع الفقرات من أجل التقديم؟ أكيد غادي يكون تنسيق وتقديم، وكنرحبوا بالمناسبة بجميع الحضور وبجميع الصحفيين اللي قاموا بالضغط على رأسهم السي الخروبي. الله يحفظك.